سيتوافد على الجامعة ما يناهز 14,000 طالب، منهم 3,600 طالب جديد موزعين على طوري الماستر ب 4,900 طالب وطور الليسانس ب 9,000 طالب، ويمثل جنس الإناث 70% من التعداد الإجمالي، أي بما يقدر ب 9,700 طالبة. كما أن الجامعة يدرس بها 10 طلبة دوليين، واحد من فلسطين، اثنين من ليبيا، اثنين من النيجر، وخمسة من موريتانيا. كما تجدر الإشارة أنه خلال هذا الموسم سينطلق التدريس في تخصصين جديدين، الأول في طور الماستر المهني وهي مواد التجميل كوسميتيك، والثاني ليسانس أكاديمي عن بعد في الاقتصاد. وفي إطار سياسة الرقمنة قامت الجامعة بطبع بطاقات إيرفايد بنسبة 100%، مما سيسمح لجميع الطلبة استخدامها في الهياكل البيداغوجية والخدماتية.